تاريخ المواطن. شكرا لكم. طيب فرجع لكم خير السلامة على خير. ضمن هذا منكر أنا الموت نضيع محرم شاتش محرم. أنا ماشي مسلم ماشي مسلم أنا ماشي مسلم أنا. واللي عنده شي رأي آخر يجي بلاصتي ويشوف هادشي معنا. مرة أخرى تلقي اتصال من عند با محمد أم فاطمة. تزوجوا سنة 1970 50 عام ديال الزواج. النية ديال الله رغم الظروف. في الأول عطوني نبدا على الملف ما قدرتش نكمل معاهم. قلت لهم غندخل التصوير تبعوا معايا. والوالده غمضه معك حتى الاولى خويا. عاودي ليا على هاد البيت اللي ساكنين فيه فيه مترو. اشني ديك اللي عندكم الفوق كوكوطه وليدي كوكوطه اللي عندكم الجواج لدابا حتى التلفازه ما كاينه. عاودي ليا متزوجه وليدي مع هاد مع هاد السيد ركبي محمد من 70 ودابا عيا بقى قادر لا على خدمه لا والو وتيدير دياليز وما ساعدوناش باش نعاودو الرميد. وليدي لا اله الا الله محمد رسول الله رحنا محنين بمعنى الكلمة ومكرفسين ووقفوا معنا الله يوقف معكم. ولا اله الا الله محمد رسول الله. ساكنين في هاد البيت هذا وليدي في السكن انا وهذا السيد واحد الوليد منغوليا. وعندك وليد منغولي؟ عندي ولد منغوليا. شكون امي انت اللي عاونك؟ شكون ما كاين والو؟ والو لا اله الا الله محمد رسول الله. راه التلفازه هنا لا حتى حاجه لا والو كاين الله سبحانه وتعالى وليدي كاين الله. واخا مهمتي انا غنرجع عندك نشوف با محمد. با محمد نعم. عندك 77 عام الله يطول لك في العمر. نعم سيدي. عندك 77 عام الله يطول لك في العمر. عاود لي با محمد. انا سيدي عندي 77 عام مرض صابني الله بهذا المرض نحمد الله ونشكره. تعالى لي الله جعل له مرافع الذنوب. اتجهت له باش نصاب رميد من عوني من سالي في شهر سعود. دابا ما طلتش باش نداوى وانا عارف البيت الحاله لا حالة الله حاله لا ارتاها. عايش عاكك بسبب الله تكرفيس والمرض وخلت الدواء ونحمد سيدي ربي ونشكره. نحمد سيدي ربي ونشكره. عندي طاجير واحد لا تلفازة كنشوفها لا والو وكوكوت وبراد ومخراش وميدا هادشي اللي بقيت كنكسب. ما تلقاد على نخدم ما تلقاد ندير حتى شي حاجة. وين الحمد لله الغالب داكشي ديال الله تبارك وتعالى. نطلب من الله مجلالة الملك الحكم المقارات وقف معايا. هادشي اللي كنطلب من عند الله والناس المحسنين يوقفوا معايا يشوفوا من حالي. ها حالتي كي دايره شوفوا هيا شوفوا الحاله ديالي كي دايره عباد الله. اللهم ان هذا منكر انا الموت نضيع محرم شاتش محرم. انا ماشي مسلم ماشي مسلم انا انا ماشي مسلم. فين غادي نمشي؟ اليهودي ما كيفوت خوه النصراني ما كيفوت خوه المسيحي ما كيفوت خوه. انا لا جاي غنمشي عندهم انا يدوني شي قنتي لوحوني فيها خير. انا ولاد عندي واحد لما نقول يا واحد مريض المراه كبيره انا كبيره عندي 77 عام كارانت سيس فيها الزايد انا عمره كارانت نف. اللهم انا منذكر انا من 70 في الدار كيقول لك انت ما ساكنش فيها محشوماش. راه عار ولا عار هادشي عار من جهه الله تبارك وتعالى. راه عار عباد الله راه عار هذا راه حشومه. المسلم ما يديرش خوه بحالك حاشا ولله حاشا ولله. واش المسلم يدير خوه بحالك يتكرفص عليه؟ وامر لله امر الله. سخفت وليدي بلا تشتت سخفت. اخا با محمد مشاهدينا الكرام قلت لكم في الاول ما قدرتش نكمل معاه سخفت. كيفاش كيدير؟ قولي لي امي امتي كيفاش كيدير مع الدياليز؟ اش غنقول لك كيجي ما عقلش. عنده ثلاث ايام في الاسبوع باش كيدير الدياليز ومحن محن محن مزيان. وراك عارف الفقر وما كاينش ولا اله الا الله محمد رسول الله. 50 عام ديال الزواج انت وليدي؟ 50 عام من 70 وليدي من 70 تزوجت به وانا زيد في 49. انا عندي شي ما عرفتش شي 73 عام ولا ما 74 عام والغالب الله والو. انا راه حاجه ما كاين التلفازه سبحانه وتعالى والو كاين الله سبحانه وتعالى هو اللي كاين. وحنا عايشين تن موتوا الله يشوف من حالنا. نطلبوا من الله ومن من المحسنين هما يرحمونا. لا اله الا الله محمد رسول الله. مشاهدينا الكرام واللي عنده شي راي اخر يجي بلاصتي ويشوف هادشي. ما عرفت شنو غنقول والله ما عرفت. شنو نقول لك ابو محمد؟ الله يسترك الله يسترك في الدنيا وفي الاخره. من يرحمنا ويكون قول لي اللي بغيتي قول.
وليا اللي بغيتي. الله على قدامكم. دابا عندك الما كنديرهم في يديك ديال ديالي زام، الما كنديرهم في يديك ديال ديالي. هاهما سيدي انت هانت الله العظيم ونبي الكريم، الا كانوا حال في المركوب 3000 ريال في السيمانه عباد الله، كنمشي مع الخمسه الصباح ونبانتي مع 6 الصباح حتى 11 اللي خرج ما عرف واش نعيش ولا نموت، كالخطر اللي كنسخف يرشوا عليا عاب الماء وديروا لي زيد بالخطر زينو السيروم باش كنفيق. والله لا اله الا محمد رسول الله، راه هذا الشيء امر الله، ما نقدرش غير بلا جاب هادشي المرض امر الله، وراه الحاله حاله الله، الحاله حاله الله. راه الله ما خدام عليا شي واحد، ملي كنت كنتحرك راه كنجيب الخبز لوليدات، ملي عييت راه ما الغالب لا كنطلعوا تعبوا البنيات مالي كينفعوني شويه ياكلوني. وراه ديالي راه ماشي ساهل، راه الخوت ديالي راه ماشي ساهل، راه 3 ايام السيمانه واربعه السوايع، واربعه السوايع راه الحاله راه حاله حالته لا حاله هذه. والانسان اللي صاب الله شي حاجه يحمد الله، نطلب من الله الناس المحسنين يتعاونوا معايا. الله يفرج عليك بابا، قولي يا مهمتي اللي بغيتي، قولي لي اللي بغيتي. انا ما صافي ما لقيت ما نقول، قولي لي اللي بغيتي. ربي يخلصك ما وليدي، هالحاله كتشوف فيها اش نقول؟ ها انت كتشوف وليدي الحاله حاله عدوك، انت كتشوف لا حيله ولا قدره والو غالب مولانا الكريم. مشاهدينا الكرام، هذه هي القصه ديال با محمد والزوجه ديالو، الناس القدام ناس طيبين ايمانهم بالله عز وجل، ولكن الظروف صعبه. وكيدير ديالي زطا المسكين على الرميد وما كملوهاش ليه، ساكن في هذا البيت في السطح ما يقدرش على الدروج. التلفازه هي الاخرى عندهم كوكوط قديمه من ايامات الزواج ديالو، القمه في المعاناه. مشاهدينا الكرام، ما قدرتش نكمل معاهم الحوار، ما قدرتش لانه انا انسان غادي نوضع رقم الهاتف ديال هذه العائله، والله عز وجل هو اللي كيخلص الجميع. مشاهدينا الكرام، من الاولويات ديالي انا شخصيا انه هذه الملفات هي اللي نتناول. الى ما وصلنا الصوت هاد الناس شنو دورنا؟ اش غنديو معنا في هاد الدنيا من الاخر؟ مشاهدينا الكرام، غادي نوضع رقم الهاتف ديال هاد العائله، والله عز وجل هو اللي كيخلص الجميع، وسوف ابقى ان شاء الله متتبع القصه ديالهم دائما، لانه هاد الطيبوبه ديالهم وهاد الكلام كيدخل القلب، كيدوي بعمق وبجرح كبير. كبروا داروا اللي عليهم، 77 سنه با محمد ليست بالامر الهين، تيتعذب مسكين في الوضع الصحي، هو اختيار عند الله، الله مالك الحمد على كل حال، هو تيحمد الله عز وجل، ولكن نبحثوا حتى حنا على الاجر، نساعدوا هاد الناس وفق المستطاع، وهذا هو النداء اللي كنوجهوا بشكل مباشر للمغاربه. مشاهدينا الكرام، سوف ابقى متتبع لهذه القصه، وسوف اوافيكم دائما بالجديد. غادي نوضع رقم الهاتف ديال الام وديال با محمد، والله عز وجل هو اللي كيخلص الجميع. مشاهدينا الكرام، تاريخ المواطن، شكرا لكم. الله يفرج عليكم. خير السيرفيس على خير. الله يخلصكم. خير السيرفيسكم على خير. الله يطول عمرك. الله يخلص سيرفيسكم على خير. الله يخلصكم.